في كلمته خلال فعاليات الندوة التثقيفية 29 للقوات المسلحة، الرئيس السيسي يؤكد أن مصر تخوض حاليا معركة تستلزم تكاتف المصريين. بومبيو يقول إن واشنطن لن تمول إعادة إعمار سوريا حال استمرار تواجد قوات إيرانية أو مدعومة منها هناك. جريفيث يواصل مشاوراته في مسقط بشأن التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية. الثانية عشر ظهرا في القاهرة، العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة. أكد الرئيس السيسي أن الشعب استوعب الواقع الحقيقي الذي تواجهه الدولة لإنجاح قرار حرب أكتوبر 73. جاء ذلك في كلمته خلال فعاليات الندوة التثقيفية 29 للقوات المسلحة تحت عنوان والمقامة بمركز المنارة للمؤتمرات. أكبر تحدي حيقابل أي قائد في أي وقت إن الصورة ما تبقاش مكتملة في عقول الناس، كل الناس. إذا كنت عايز تحشد الناس معك لازم الناس تعرف التفاصيل وتعرف الواقع الحقيقي، لأن من غير ما نعمل كده يعني كانت طلبة الجامعة بتعمل مظاهرات عايزين نحارب عايزين نحارب. طب ما أنا لو عايز أحارب أو لو نزلت وشنيت أو خدت قرار بالحرب في الوقت ده وفشلنا تاني، كان مين اللي هيدفع الثمن؟ اللي عمل المظاهرة ولا اللي خد القرار؟ مين اللي كان هيدفع الثمن؟ جيش مصر وشعب مصر ولا الناس اللي ضغطت على القيادة عشان تاخد قرار مش مناسب في وقت مش مناسب؟ وأوضح السيسي أن الخسائر الضخمة التي مني بها العدو كانت أحد أهم أسباب قبول العدو لخيار السلام مع مصر. وأضاف السيسي في كلمته أن الجيش المصري دفع الثمن الكبير للحرب من دم قواته الغالي، مشددا على أن المعركة لم تنتهي بعد، حيث لم يعد العدو واضحا في العصر الحالي. وعشان كده الجيش في مصر والقرار بتاع الحرب والنتائج اللي تحققت عليه هي معجزة بكل المعايير وبكل الحسابات، بكل المعايير وبكل الحسابات. إن الجيش المصري رغم كل التحديات اللي احنا بنتكلم عليها دي ورغم شبح الهزيمة والتجربة المريرة بتاع 67 ياخد القرار ويخش ويقاتل ويصمد ويحقق أكبر هزيمة. وبالمناسبة لا يمكن أبدا لا يمكن أبدا كان حد هيديكوا الأرض إلا بعد ما داء ثمن الحرب الحقيقية، ثمن الحرب الحقيقية. في الوقت ده في الوقت ده كان الخسائر كتير، وكانت دي أحد أهم الأسباب، وأنا بقولها دلوقتي بعد 50 سنة وأكتر، أحد أهم الأسباب اللي دفعت إسرائيل إنها توافق على السلام. أسر الضحايا سواء كانوا سقطوا قتلى أو مصابين كانوا بالألفات، وبالتالي ده كان بالنسبة لهم أمر غير مستعدين لتكراره مرة تانية. وإذا كان الجيش المصري قدر يعملها مرة فهو هيبقى قادر يعملها كل مرة. وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تخوض حاليا معركة كبيرة لكنها تختلف عن معركة أكتوبر، حيث أنه في حرب أكتوبر كنا نواجه عدوا واضحا وكانت إمكاناتنا واضحة. المعركة ما انتهتش، المعركة ما زالت موجودة بمفردات مختلفة. كان الأول العدو واضح والخصم واضح، دلوقتي لا، دلوقتي بقى مش واضح، بقى معانا وجوانا. واستطاعوا بالفكر ان هم ينشئوا عدو جوانا يعيش بقتلنا ويتبني بهدمنا. وبعدين جزء كبير من التحدي هو بناء وعينا
اللي أنا بعتبره هو العدو الحقيقي، الوعي المنقوص أو الوعي المزيف اللي كتير بيحتاج مننا، مش بس على مستوى النخب أو المفكرين والمثقفين والإعلاميين، على حتى على مستوى ناس أكبر من كده، إن هم إذا كانوا مهتمين بحفظ البلد دي وحمايتها، إن هم يدركوا الصورة الكلية للواقع اللي احنا فيه. وخلال فعاليات الندوة التثقيفية 29 للقوات المسلحة تحت عنوان أكتوبر تواصل الأجيال، قام الرئيس السيسي بتكريم عدد من أبطال حرب أكتوبر المجيدة وأحد مصابي العمليات العسكرية بسيناء. من جانبه أكد قائد الفرقة 19 مشاة في حرب أكتوبر 1973 الفريق فخري يوسف عفيفي أن حرب أكتوبر كانت فريدة بكل المقاييس من حيث التخطيط والأداء والتنفيذ والمفاجأة للعدو. وخلال كلمته في الندوة التثقيفية قال الفريق عفيفي أن حرب أكتوبر تمثل التحدي الأصغر، أما التحدي الأكبر فيتمثل في استثمار هذا النصر ومواصلة العمل الجاد لتحقيق التنمية والنهوض بمصر. أننا مطالبون بالعمل على استثمار نصر أكتوبر بروح أكتوبر، وهي الإيمان بالله وإخلاص النية لله في العمل الصادق الشجاع في المنهج وفي كفاح تفرضه الظروف الصعبة بكامل ثقة بالنفس لتحقيق أهداف محددة بدقة. ولكي نواصل المسيرة علينا أن ندرك أن حرب أكتوبر كانت التحدي الأصغر الذي فتح لنا السبيل نحو التحدي الأكبر، تحدي التنمية وإعادة بناء الإنسان المصري. إننا نعيش معركة أكثر ضراوة لأنها تمس كياننا الحضاري، وهي تتطلب قوة دفع هائلة حتى يتحول شعب وطننا كله إلى خلية نحل لا تهدأ ولا يتوقف العمل فيها. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قد شهد وقائع الندوة التثقيفية 29 التي تنظمها إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة تزامنا مع احتفالات الذكرى 45 لنصر أكتوبر المجيد. وخلال فعاليات الندوة التثقيفية جرى عرض فيلم من إعداد إدارة الشؤون المعنوية بعنوان القرار، تناول أجواء الاحتفال بحرب أكتوبر والإنجازات التي قام بها الجنود المصريون في الحرب. وعقب ذلك قامت مجموعة من الأطفال بتقديم عرض فني، وحضر الندوة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء. وعبر الهاتف معنا اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة. سيادة اللواء، كيف تابعت كلمة الرئيس خلال الندوة التثقيفية 29 والتي تنظمها إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة؟ يعني أعظم ما في هذه الكلمة وفي هذه الندوة هي تواصل الأجيال.
يعني لما بجد زكي باقي زكي يوسف يجي بفكرة هدم الساتر الترابي من أيام عبد الناصر وتطبيق عبد الناصر على تجربة الفكرة وتنميتها لاستخدامها في حرب أكتوبر للفريق أو الفريق يوسف عفيفي قائد الفرقة اللي من نفسه قائد الفرقة أول ما حس إن السويس العدو بيهددها كان قراره المحلي اللامركزي إنه يدافع على السويس دون أن يصل إليه أمر بهذا. ونصل إلى البطل ابننا اللي في العريش محمود مبارك اللي فقد عينيه ولم يفقد بصيرته. ده تواصل الأجيال. النهاردة رئيس السيسي في كلمته بيربط كل دبي بيقول إن الأجيال اللي تحملت في 67 لحد ما حققت مصر 73 كان عندها إرادة، كان عندها إصرار، تحملت فوق طاقتها. لم يكن حرب 73 بقدرات تناسب أو تقارن قدرة العدو، بل كانت قدرة العدو أكبر بكثير. ورغم هذا الحمد لله رب العالمين قررنا وانتصرنا بإمكاناتنا. الآن يجب أن يتفهم كل الجيل أو الشباب الموجود حاليا محتاجين إن احنا نفهم قدراتنا إيه الحالية وإيه اللي نقدر نعمله، وعشان نصبر لابد من الفهم. وكده يعني حسنا فعل السيد الرئيس لما قام وزير الكهرباء يتكلم وقام وزير البترول يتكلم قد إيه مجرد يعني بنقول دعم الوقود فقط عشان الكهرباء. نشوف كم مليار، نشوف السولر اللي بيتباع بيكلف 9 جنيه بيتباع ب 5 جنيه ونص. إذن هناك تواصل للأجيال. يجب أن نعلم أن الأجيال التي انتصرت لم تنتصر من فراغ، ولكن صبرت، احتملت، كان لديها الوعي وبالتالي انتصرت. نحن نواجه الآن مرحلة من الحرب لا تقل خطورة عن حرب أكتوبر 73 وما سبقها، لأن احنا بنواجه عدو مختفي في داخلنا بيأكل من أكلنا وبيجري في دم وعروق من في عروق دم من دمنا. وبالتالي يجب أن نفهم جميعا. وضرب مثل بين اثنين مصريين، ضرب مثل بين هشام عشماوي وبين المنسي، واحد بينزل أسفل سافلين وهناك شهيد من أجل وطنه إن شاء الله نتمنى أن يكون في أعلى عليين. هو ده شعب مصر. احنا مع مين؟ احنا زي مين؟ احنا هشام عشماوي ولا المنسي؟ احنا الجيل اللي صبر وانتصر ولا الجيل ولا الناس اللي مش هتصبر وهتضيع بلدها وتقعد تصدر مفاهيم مغلوطه لكي تفقد الناس ارادتها؟ الكلام اللي قاله الرئيس رغم انه كان غير مرتب الا انه زي ما بنقول اصاب لب الحقيقه. ونتمنى من الكل ان يفهم ويعي لكي نستطيع ان نكمل المسيره ان شاء الله. اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الاسبق بالقوات المسلحه، شكرا جزيلا لك. أشاد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالأداء المتميز الذي وصلت إليه القوات المسلحة في أداء المهام القتالية والنيرانية. جاء ذلك خلال حضور وزير الدفاع المرحلة الرئيسية للمناورة التكتيكية بالذخيرة الحية نصر 14 والتي نفذتها إحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية للمناورة التكتيكية بالذخيرة الحية نصر 14 نفذها أحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني، والتي تأتي في إطار خطة التدريب السنوية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وبمناسبة الذكرى 45 لنصر أكتوبر المجيد واليوبيل الذهبي لسلاح المدفعية. وألقى قائد الجيش الثاني الميداني كلمة أشاد فيها بالجهد الذي يبذله رجال الجيش الثاني الميداني وما يقدموه من بطولات وتضحيات للقضاء على الإرهاب بشمال سيناء بالتزامن مع تنفيذ كافة المهام والأنشطة التدريبية المكلفين بها.
بدأت المرحلة بقيام المقاتلات والطائرات متعددة المهام بتنفيذ طلعات استطلاع ومعاونة لدعم أعمال قتال القوات وتدمير الاحتياطات المعادية بمساندة المدفعية وباستغلال التمهيد النيراني. وقامت القوات المهاجمة باقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو وتدمير الأهداف المعادية بدقة عالية وتحقيق المهام المخططة في التوقيتات المحددة، وذلك بمعاونة الهليكوبتر المسلح. وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات ظهر خلال المرحلة تحقيق مبادئ معركة الأسلحة المشتركة الحديثة في تعاون كامل بين كافة التخصصات، كذلك الدقة في التعامل مع الأهداف وإصابتها من الثبات والحركة، مما أظهر ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات قتالية عالية وقدرة على استخدام الأسلحة والمعدات. كما قامت الوحدات الفنية والإدارية بالفتح لاستعادة الكفاءة القتالية للقوات بعد تحقيق المهام، وفتح خطوط الإمداد بالوقود والتعيينات وورش الإصلاح للأسلحة والمعدات. وفي نهاية المرحلة أشاد الفريق أول محمد زكي بالأداء المتميز الذي وصلت إليه القوات المنفذة للتدريب وأداء المهام القتالية والنيرانية، ونقل القائد العام تحية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للرجال الجيش الثاني الميداني، كما أثنى على جهود القوات المسلحة في حماية حدود مصر على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، مشيرا إلى نجاح القوات المسلحة والشرطة في مكافحة الإرهاب البغيض خلال مراحل العملية الشاملة سيناء 2018. وكان الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المناورة نصر 14، والتي تضمنت رفع درجات الاستعداد القتالي وإجراءات التحضير والتنظيم للمعركة ودفع القوة الرئيسية، استخدم خلالها أحدث نظم ومقلدات الرماية المايلز. حضر المرحلة الرئيسية للمناورة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة ووفد من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية. الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اليوم الرئيس شوكة ميردياييف رئيس جمهورية أوزبكستان وكبار المسؤولين بقصر الرئاسة بالعاصمة طشقند. وتتضمن لقاءات شيخ الأزهر أيضا لقاء مع رئيس الوزراء الأوزبكي ورئيس مجلس الشيوخ، إضافة إلى سلسلة لقاءات مع رؤساء المؤسسات الدينية في أوزبكستان. كان الطيب قد وصل إلى أوزبكستان في زيارة رسمية تستمر 4 أيام بدعوة رسمية من رئيس البلاد. دعا المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري جميع الفرقاء السياسيين إلى فرض هيبة الدولة على كافة حدودها البرية والبحرية والجوية كي تستعيد ليبيا سيادتها الحقيقية. كراسي وتعمرون على الشعب الليبي باسم كراسي، وبحارنا ومياهنا الإقليمية مستباحة، صحراؤنا مستباحة، سماءنا مستباحة، ولازلنا ننتظر في الساسة متى يتفقون على الخروج من هذا المشهد الذي أصبح مقيتا وأصبح سيئا بوجودهم في هذا المشهد. وبالتالي علينا نترك ليبيا للليبيين الحقيقيين الذين يستطيعون، الوطنيون الذين يستطيعون أن يحلوا كل المشاكل وأن يفرضوا هيبة الدولة الليبية على كل الأراضي وعلى المياه الإقليمية وعلى صحراؤنا، وتصبح ليبيا دولة ذات سيادة حقيقية وليست الآن أصبحت سيادة مزيفة.
حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من أن بلاده لن تمول إعادة إعمار سوريا طالما أن القوات الإيرانية أو المدعومة من طهران لم تغادرها بشكل نهائي. وحذر بومبيو طهران من أنها ستدفع الثمن غاليا حال هددت الولايات المتحدة أو أي من حلفائها. في إطار استراتيجية واشنطن الجديدة للربط بين موقفيها من كل من سوريا وإيران، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده لن تقدم أي مساهمة في تمويل إعادة إعمار سوريا طالما استمر تواجد قوات إيرانية أو مدعومة من إيران هناك. ويعكس هذا التصريح لأول مرة بوضوح سياسة واشنطن الجديدة حيال سوريا بعدما نوهت إليه مؤشرات في تصريحات لعدد من المسؤولين خلال الأسابيع الماضية. واعتبر بومبيو أن الرئيس السوري بشار الأسد قد عزز من سيطرته على الأرض بفضل روسيا وإيران، في حين أن تنظيم داعش وإن كان لم يتم القضاء عليه بعد بشكل كامل إلا أنه بات ضعيفا، مؤكدا أنه إن كانت هزيمة داعش هي الهدف الأول لبلاده إلا أنه ليس الهدف الوحيد. يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه مصادر دبلوماسية بأن الرئيس دونالد ترامب بات يقول لمحاوريه الدوليين إنه باق في سوريا بسبب إيران، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستجد وسيلة لإبقاء قواتها في سوريا على الرغم من قيود الكونغرس. كان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون المعروف بتشدده حيال إيران قد حذر من أن أمريكا لن تغادر سوريا طالما استمر بقاء قوات إيرانية خارج الحدود الإيرانية والذي يتضمن وجود الجماعات والميليشيات المرتبطة بإيران. وعلى الرغم من سعي الدبلوماسيين الأمريكيين لخفض حدة الخطاب عقب تصريحات بولتون إلا أنه بات واضحا ارتباط الوجود الأمريكي في سوريا بالنفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة، وقد جعلت إدارة ترامب التصدي له أولويتها الأولى في الشرق الأوسط. وعلى الهاتف من دمشق ينضم إلينا المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي دكتور علي مقصود. دكتور علي، ما هي قراءتك لما حذر به بومبيو من أن بلاده لن تمول إعادة إعمار سوريا طالما أن القوات الإيرانية أو المدعومة من طهران لم تغادرها بشكل نهائي؟ هل هذا قابل للتنفيذ؟ أولاً لم يكن هناك طلباً من القيادة السورية موجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكي تساهم في إعادة الإعمار، ولكن أمريكا التي تريد عبر هذا العنوان وبأنها لن تساهم وتشارك في إعادة الإعمار إلا إذا كان هناك إخلاء للحضور والوجود الإيراني من سوريا. بتقديري الولايات المتحدة الأمريكية التي فقدت كل أوراقها ولم يعد لديها أوراق يمكن أن ترمي بها على طاولة المفاوضات لكي تحقق هذا الهدف، وهو مطلب إسرائيلي بامتياز لأنها تريد بعد هذه الانتصارات الاستراتيجية لحلفاء سوريا ومحور سوريا على الإرهاب أن تقلل من هواجس وتداعيات هذا التحول في المعادلات الاستراتيجية، وخاصة عندما تم تحرير الجنوب السوري وبهذا الشكل وبأقل الخسائر على المستوى الديمغرافي والسيكولوجي. لذلك بومبيو في الحقيقة هو يطلق تصريحات من الفراغ لكي يجعلها حقيقة، وبالتالي تسييس قضية إعادة الإعمار لن تنفع أمريكا لأننا لسنا بحاجة إلى مساهمة أمريكا في إعادة إعمار سوريا. فالموارد البشرية والكفاءات السورية ومعها الحلفاء قادرون على إعادة إعمار سوريا، وبالدرجة الأولى إعادة بناء الإنسان بما ينسجم مع هذه التحولات وهذه الإنجازات والانتصارات. نعم دكتور علي مقصود المحلل السياسي من سوريا، شكرا لك. شكرا لكم. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات صحفية إن الاتفاق بين بلاده والولايات المتحدة بخصوص مدينة منبج في شمال سوريا
تأجل. كانت أنقرة وواشنطن قد توصلتا في نهاية مايو الماضي إلى اتفاق بشأن منبج يقضي بانسحاب وحدات حماية الشعب الكردي السورية من المدينة، على أن تقوم القوات التركية والأمريكية بالحفاظ على الأمن والاستقرار هناك عن طريق دوريات منسقة لكن منفصلة. دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أطراف النزاع في سوريا إلى السماح بوصول الخدمات الصحية لعشرات الآلاف من السوريين العالقين في منطقة الركبان الواقعة قرب الحدود الشمالية الشرقية للأردن. تحذيرات اليونيسف جاءت في أعقاب وفاة طفلين في منطقة الركبان بسبب نقص الخدمات الطبية. وبحسب تقرير للأمم المتحدة صدر منتصف العام الماضي، فإن أعداد السوريين العالقين في منطقة الركبان تراوح بين 25 و 50 ألف شخص. كانت أوضاع العالقين في منطقة الركبان قد تدهورت بعد إعلانها منطقة عسكرية مغلقة إثر هجوم بسيارة مفخخة على موقع عسكري أردني يقدم خدمات للاجئين في يونيو 2016. قالت مصادر أمنية في العراق إن مسلحين قتلوا ضابطا بالجيش وخطفوا 3 جنود بعد أن هاجموا مركبتهم في قضاء القائم بمحافظة الأنبار غرب البلاد. تزامنا قتل شخص وأصيب 4 آخرون جراء تفجير وسط محافظة كركوك العراقية. وأوضح مصدر أمني أن التفجير نتج عن انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق قرب مجمع الإطارات وسط كركوك. يذكر أن محافظة كركوك تشهد استقرارا أمنيا لكنها تسجل عدة خروقات تستهدف قوات الأمن والمدنيين. يواصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث مشاوراته السياسية بشأن اليمن، حيث التقى وزير الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي وبحث معه آخر التطورات على الساحة اليمنية والجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن. كان المبعوث الأممي قد بحث مع نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح ورئيس الحكومة أحمد بن دغر في الرياض أمس جهود التوصل إلى حل سلمي لأزمة في البلاد. ويسعى جريفيث لعقد جولة جديدة من المشاورات بين أطراف الأزمة اليمنية بعد فشل جولة الحوار التي كان مقررا عقدها في 6 سبتمبر الماضي في جنيف إثر غياب وفد الحوثيين. مرة أخرى للشأن المحلي، حيث تواصل المراكز الطبية المنوطة بعمل المسح الطبي لفيروس سي والأمراض غير السارية استقبالها للمواطنين لليوم 9 منذ بدء الحملة، والتي تشهد إقبالا متزايدا طوال فترة عمل الفرق الطبية. للمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا الزميل محمد حلمي من محافظة الدقهلية. محمد أهلا بك، وضعنا في الصورة لو سمحت. نبدأ بها الأول. يلا محمد، ضعنا في الصورة وما يحدث في حيث أنت وإقبال المواطنين على حملة 100 مليون صحة للأمراض الغير السارية، تفضل. يبدو أن هناك صعوبات في التواصل مع محمد حلمي من محافظة القليوبية، ونشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. ترامب يؤكد أن سول لن ترفع العقوبات عن بيونغ يانغ دون موافقة واشنطن.
في كلمته خلال فعاليات الندوة التثقيفية 29 للقوات المسلحة، الرئيس السيسي يؤكد أن مصر تخوض حاليا معركة تستلزم تكاتف المصريين. بومبيو يقول إن واشنطن لن تمول إعادة إعمار سوريا حال استمر تواجد قوات إيرانية أو مدعومة منها هناك. جريفيث يواصل مشاوراته في مسقط بعد الرياض بشأن التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية. وقفة مع أخبار الاقتصاد مع زميلة ميرفت المليجي بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال في بانوراما النيل وأبرز ما فيها. خلال الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، مصر تحصل على إشادة دولية بمبادرتها للاستثمار في العنصر البشري. أهلا بكم. أكدت المؤسسات الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أهمية مبادرة القيادة السياسية المصرية بالاستثمار في العنصر البشري، والتي تتزامن مع المبادرة التي أطلقها البنك الدولي في هذا الشأن، وتتصدر مناقشات الاجتماعات السنوية للمؤسستين الدوليتين بمدينة بالي الإندونيسية. وقد أكد مسؤول البنك الدولي حرصهم على دعم وتمويل المبادرة المصرية للاستثمار في العنصر البشرية، وذلك من خلال توفير التمويل، وهو ما تم فعليا بتوقيع عدة اتفاقيات بين البنك الدولي ومصر بهدف تمويل مشروعات في قطاعي الصحة والتعليم. تعرض الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين ما قامت به مصر خلال العام الجاري لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الأفريقية، وذلك خلال رئاستها للتجمع الأفريقي لعام 2018. كما تجتمع نصر بعدد من مسؤولي البنك الدولي لبحث سبل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجموعة البنك الدولي من دعم البنك للمجهودات المصرية في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، ولا سيما دعم تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة مليار دولار. وافقت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد على زيادة استثمارات برنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء بمحافظة دمياط للعام المالي الجاري بحوالي 107 ملايين جنيه بهدف استكمال أعمال الكهرباء لمدينة الأثاث بالمحافظة. كما وافقت الوزيرة على زيادة استثمارات برنامج تدعيم الوحدات المحلية بمحافظة البحر الأحمر للعام المالي الحالي بمبلغ 27 مليون ونصف مليون جنيه لاستكمال إنشاء مشروع مينائي الصيد بالشلاتين وأبو رماد. وصلت اللجنة العليا لاسترداد الأراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية موجة إزالة التعديات، حيث تمكنت حتى الآن من إزالة نحو 3286 حالة تعدي على أراضي الدولة بالبناء و469 حالة تعدي على أراضي زراعية في كافة المحافظات. ومن جانبه قال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن الوزارة بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية والمحافظات تعمل على تنفيذ المستهدف من الموجة 11، مشيرة إلى أن قوات إنفاذ القانون تحرص خلال عمليات إزالة التعديات على الالتزام بالقانون في كل إجراءاتها. تبدأ البورصة المصرية الأحد المقبل تطبيق قرارين من قرارات مجلس إدارة البورصة بعد اعتمادها من هيئة الرقابة المالية بخفض زمن الإيقاف المؤقت للسهم إلى 10 دقائق بحد أقصى، والسماح بالتعامل بنظام الشراء الهامشي وآلية التداول في ذات الجلسة على الأسهم المطروحات الجديدة. من جانبه قال رئيس البورصة المصرية محمد فريد إنه تم خفض زمن الإقفال المؤقت من 15 دقيقة إلى 10 دقائق بحد أقصى، ما يسهم في تحقيق مزيد من الاستدامة والاستمرارية للتداولات في السوق. وكانت البورصة المصرية قد قامت عام 2017 بتقليل زمن الإيقاف المؤقت إلى 15 دقيقة بدلا من 30 دقيقة. وعلى صعيد التداولات، تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في منتصف تعاملات جلسة اليوم
مدعومة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية. قابلها عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية. هذا وقد خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقايضة بالبورصة نحو 18 مليار و300 مليون جنيه لدى الإغلاق، ليصل إلى 740 مليار و400 مليون جنيه. قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اليوم إنها تأمل أن تأخذ الصين بتوصية الصندوق بمواصلة التحرك صوب نظام يسمح بمزيد من المرونة في حركة اليوان. كما حثت لاغارد الدول على استخدام كل الأدوات لمقاومة عواقب النزوح الحتمي لرؤوس الأموال وسط مخاطر تتعلق بالتجارة وأسعار الفائدة، وصف نزوح رؤوس الأموال بالحتمية حيث يتأهب العالم لتداعيات الخلافات التجارية وتحول البنوك المركزية الرئيسية في الغرب صوب دورة تجديد نقدية. أطلق البنك الدولي اليوم نظاما جديدا لتصنيف الدول حسب نجاحها في تنمية رأس مالها البشرية، وذلك في مسعى لحث الحكومات على الاستثمار بصورة أكثر فاعلية في مجالي التعليم والرعاية الصحية. من جهة أخرى، عبر رئيس البنك الدولي اليوم عن قلقه البالغ بشأن التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة، مشيرا إلى ضرورة إجراء المزيد من الدراسات لفهم آثار الحرب التجارية على الدول التي تزود الصين بالسلع والخدمات. جاء ذلك في مؤتمر صحفي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بالي بإندونيسيا. نهاية وقفتنا الاقتصادية، ولكن بانوراما النيل مستمرة مع حضراتكم مع الزميلة منى الشايب، ولكن بعد الفاصل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كوريا الجنوبية لن ترفع العقوبات عن بيونغ يانغ دون موافقة واشنطن. جاء ذلك بعد تراجع وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية عن تصريحات بأن بلادها تعيد النظر في بعض العقوبات أحادية الجانب التي تفرضها على بيونغ يانغ. من جانبها، أشارت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية إلى أن سول تدرس تخفيف العقوبات التي تفرضها على بيونغ يانغ لتشجيعها على التخلي عن سلاحها النووي. وكانت كوريا الجنوبية قد فرضت عقوبات أحادية على الشمال في 2010 بعد الهجوم على سفينة حربية أدى إلى مقتل 46 بحارا كوريا جنوبيا. احتشد آلاف المؤيدين لرئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا في العاصمة ماناغوا احتجاجا على الاتهامات الموجهة إليه بدعم الإرهاب. جاءت تلك الاتهامات على خلفية المظاهرات التي أطلقها معارضو أورتيغا إبريل الماضي، وقتل فيها أكثر من 300 شخص وأصيب ما يزيد عن 2000 آخرين على يد عناصر من قوات الشرطة والجيش. لقي 9 أشخاص مصرعهم بينهم بريطانيان جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار القوية التي ضربت جزيرة مايوركا الإسبانية، كما أعلنت أجهزة الطوارئ المحلية. وكتبت الأجهزة في تغريدة على تويتر أن عدد ضحايا الأمطار الغزيرة بلغ 9 قتلى، والمنطقة المنكوبة تضم عدة منازل سياحية وتقع على بعد 60 كيلومترا من بالما عاصمة مايوركا. وقتل 4 أشخاص في سان لورنس وهي البلدة الأكثر تضررا، حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضان المياه، و3 في بلدية سيلو المجاورة المطلة على البحر.